ليكو لجحش ريما بنت عمي، بتعرف شو يعني بنت عمي ويعني اختي، يعني عرضي وشرفي، يعني لعنت ولأمك ولبيك ولسليلتك ولعيلتك كلها رح يبقى واحد منهم واقف على اجريه اذا خيك تطلع لقيتي. ولي بنت عمي شريفه، ولي فضلت الموت وما حدا يدق شعره بشعراتها، ولي فضلت تموت وما حدا يعتدي عليها. انا ما رح اقتلك هلا، بركي بشي عجيبه الهيه ما طلع خيك هو اللي قاتي. نحن ناس حقويه وما بنظلم حدا، بس يكون بمعلومه اذا بيطلع خيك هو اللي قاتل بنت عمي ما حيضل حدا فيكن على وش الارض. ايوه اول انتظارك يا شاطر. مين اللي يعني؟ طيب طيب خلص، سكروا المحل وسكر بالحديد، خلي الموظفين كلهم يفلوا على بيوتهم، بس انتم خليكم هونيك ما تتحركوا. يلا جاد شو عم بصير؟ لا انه انا بفهم انه اهل الرريمه زعلانين عليها لانه ماتت، بس هودي جماعه هيئتهم زعران من جماعه الانتقام واخذ بطار ومدري شو. شو صار؟ هجموا لعندي على المحل بدهم يكسروا المحل، لو ما شباب سكيورتي قوصوا بين اجريهم كانوا فاتوا لجوا خربوا الدنيا. لو هن وفلين صاروا يهددوا ويصرخوا انه شرف البنت مش رح يروح دعان. شو شو هالحواش هودي؟ كل اللي عم بصير بسبب سيلا 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 روقي حياتي روقي. كله بين حال كله بين حال. حكيم جينا جاي الليلة عشية، ضروري يعرف كل شيء عن جينا بالتفاصيل. خالتي جاب جينا كتير منيحة، لو من هذا اللي اسمه يوسي ما بعرف شو بصيبها، بس تسمع باسمه. هذا طلال. يا طلال وينك جاد؟ وين سيلا؟ وينكم؟ شو في خي؟ في شيء؟ زعران جاد، زعران وفاقدين عقلاتهم، ضربوني وحطوني الفرد بتمي، كانوا قتلوني على شعرها. شو عم تحكي؟ خطفوني عبورة مقفية، هددوني وهددونا كلنا. أنا رايح على المغفر اشتكي عليهم. خليك مختفي جاد وخلي سيلا كمان مختفية. طيب هلا مهم أنت انتبه لحالك. يلا باي. جاد شو بك صورت هيك؟ كمان طلال معتدين عليه وضربينه وسحبين عليه السلاح. يا دلي أنا يا دلي شو هالقصة هاي؟ يا عمي وين الدرك؟ وين الجيش؟ وين البوليس؟ أنا ما كنت عارف إن القصة جدية هالقد. يا عمي أنت شو خاصك بالموضوع؟ ما تواخذيني سيلا، بس جاد ما خصه. بعرف ما خصه. طب خليهم هيداليك يعرفوا إنه ما خصه. خالتي روقي. كيف بدي روق؟ كيف بدي روق؟ والجماعة حاملين سلاح وعصي وراكتين يقتلوا وياخذوا بطار. أنا مش مستعدة أخسرك كرمال جريمة ما إلنا علاقة فيها. خالتي اعملي معروف روقي. اتركها جهد، اتركها تحكي معها. أنت ما خصك بكل هالقصة لحتى تتعرض للخطر. كيف شو هالحديث هذا؟ يعني كيف يعني ما خصني؟ سيلا أنت خطيبتي وبودي خيك، يعني خيي. بعدين خالتي اعملي معروف، أنا بعرف أتصرف بهذا الموضوع، ماني ولد صغير. سامحيني سيلا سامحيني، بس إنه هالبلد معروف إنه الآدم بيروح بشربة مي ما حدا بيسأل عنه. الله يخليك خالتي ما تتدخل، شفت؟ لو ما تدخلت من الأول ورحت على المغفر لكانوا شافوك ولا شافوا سيارتك ولا لحقوك. هي بودي كانوا يحبوا بعضهم، وريما بنت طموحة، بذات الوقت بنت ضايعة بعيدة، أهل أحوالهم عقدهم. في شاب من برات الجامعة، يعني شاب أكبر من بودي بالعمر والقيمة والمصاري، إنه عجبته كان لحقها بده يتجوزها، وهي حتى ترتاح من طلعة ونزلة على الضيعة أو ما تعيش لحالها هون. فكرت إنه تقبل تتجوزه، وهون بلشت المشكلة. وشو صار؟ خبرت بودي، وبودي خبت وفقد أعصابه،
صاري إلا قصص مؤذية وبشعة، لأنه أنت عم بيع حالك بالمصاري وهيك. وصحيح أنه هدد قدام الناس؟ كتير قدام العالم وبينه وبينه كمان. هي خبرتنا أنه هدد عدة مرات، كان يتلفننا بنص الليل يكون سكران ويبهدله، حتى أنه مرة أنا كنت نايمة عنده وهالخبرية من كم يوم بس، إجا لعنده تحت البناية بهدله وسكران وصار يصرخ. تلفنت له وصارت تترجي ليفل، حتى سأل الجيران، في ناس بالبناية وعيوا وظهروا على البلكون. والشاب اللي غرق بالبحر شو له علاقة بريما؟ ربيع كان حب ريما كتير من أول ما فتنا على الجامعة، شايفها وحبها، بس هي ما حبته. كانت تحب بوني، جرب يحب غيرها. كان دايما يقول انه هي إله هو بحبها. انه انت برأيك انتحر؟ هيك الهيئة. انه يعني انتحر لانه ريما ماتت؟ انا ما بعرف شو صار اصلا، ما بعرف ليه ربيع راح على البحر بالليل، ما بعرف شي، ما عم بفهم شي. شو قصدك؟ كل اشي عم تتخبط براسي، مش عم بقدر صدق انه بودي بيقدر يقتل، ولا انه ربيع بيقدر ينتحر، حتى مش عم صدق انه ريما ماتت، مش عم صدق. اكيد في شي غلط. انت سمعت بودي عم بيهدد ريما؟ ايه سمعته، بس ما صدقته، مش عم صدق اللي صار ولا اللي عم بصير.